معنا مكالمة هاتفية. محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، مرحبا، والله عندي 3 أسئلة الشيخ. تفضل بسؤالك الأول. يزيد فضلك، الأول دخلت مع جيت كمل الأذان تاع الفجر وأنا دخلت. أنا نصلي ركعتين كبنية تحية المسجد ومن بعد نصلي ركعتي الفجر. ثم 4 ركعة قبل يقوم الإمام صلاة الصبح. هذا نعم، سؤال. وكاين اللي قال لك لا، كي تدخل تصلي غير ركعتين نوي بهم 2 نيات، نية تحية المسجد ونية الفجر. واضح. سؤالك الثاني. ربي يبارك فيك. سؤال ثاني، دخلت والأذان يأذن، أنا نستنى حتى يكمل الأذان وأنا نردد معاه ونقول اللهم رب هذه الدعوة تامة ومن بعد نصلي تحية المسجد. كاين اللي قال لك لا، كي تدخل خلي الأذان يأذن وأنت باشر شكرا تحية لك، المسجد. شكرا لك، بارك الله فيك، تستمع ربي إلى يبارك إجابتك. فيك. وصار سؤال رضوان يرحم والديك. اتفضل اتفضل. السؤال الثالث قلت لك بالنسبه كاين هنا ديف وحنا ينهاونا، اسمح لي شويه خطرات الواحد يخلط بالفرنسي هذه، ينهاونا على صلاه تحيه المسجد قبل المغرب. نعم احنا نبغوا نعم نصلوها خطرات. صحيح، شكرا لك، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم شيخنا، هل يجوز الجمع بين صلاه الفجر وصلاه تحيه المسجد؟ وهل ايضا يعني صلاه تحيه المسجد تصلى مع الاذان او ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الاذان؟ هو إذا دققنا في سؤاله قال أنا كي ندخل أنا كبرت لتحية المسجد هو أذن الفجر. لا، هنا يا معلش، أنت دخلت بوجه مشروع تصلي تحية المسجد عادية، لكن لو كان دخلت مع الأذان قبل ما تكبر أذن الثاني طبعا، هنا لم تبقى لك إلا صلاة الفجر. صحيح. وبين صلاة الفجر هي الرغيبة والفجر اللي هي فريضة اللي هي الصبح، ما كاش صلاة لا تصلي، وبالتالي من دخل بعد الأذان ليس له إلا صلاة الفجر، راحت تحية المسجد ويستنى الوسمه. هذا إذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا الإنسان دخل وقال المؤذن يأذن وكان المؤذن يصلي تحية أذن. المسجد لا ولا لا لا لا، من من الأداب من السنة أن تبقى قائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين. فهنا تبقى أنت تردد مع المؤذن، وتستطيع لو صليت الله أكبر وتردد الحمد لله رب العالمين، كما الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو قال أشهد وهو أن لا، يصلي الشيخ. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، بين قولين بين رأيين. عندنا في المالكية الحي حالتين، لا يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تعاود معه ثم تحبس حد، وبعضهم تكمل كل معهم حتى وانت تصلي. هذه ليست من أجزاء خارج الصلاة واستدعاها المقام. فهو إذا كان حب يبقى يكمل معاه، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى غيره، ثم يروح يصلي باش ما يدخلش مع بعضها، باش ما تخلطوش الحب. لكن لو كبر وبلا خرب ذي أذن يعاود مع المؤذن. نعم نعم سؤاله الأخير كان أنه الشيخ، صلاة تحية المسجد قبل أو قبل المغرب، قبل صلاة المغرب، هل هي مكروهة؟ هل نعم هذا صحيح؟ نعم، شوف، أنا الحديث الذي سقته قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين، تحية المسجد لازم. لكن ورد حديث آخر، لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، بين العصر وبين الغروب الشمس ما كاينش صلاة. ورد هنا أمر بالفعل بالإتيان، وهنا نهي. ماذا نقدم؟ يا سيدي فقهاؤنا وقالوا إذا تعارض أمر ونهي قدمنا النهي فلا صلاة.